ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور. تحياتي. أبدأ مع حضرتك هذا النقاش بسؤال، يعني الخبر الذي قلناه الآن عن أن نيويورك تايمز يعني تحدثت عن مسؤولين أمريكيين عن وضع خطة إجلاء المدنيين في رفح، برأيك يعني هل تتدخل الإدارة الأمريكية في وقف ما يحصل حتى تحصل على إجابة مقنعة في مصير هؤلاء المدنيين، أم أن الأمر لن يعدو مجرد تصريحات الاستنكار؟ يعني المشكلة منذ فترة طويلة، والأمريكي يقول الإسرائيلي أمور كثيرة، يعني يقول ادخل الطعام، لا تستهدف المدنيين، لا تضرب أهداف مدنية، يقول أشياء كثيرة، ولكن الإسرائيلي لا يكترث، وفي نهاية المطاف لا يكترث، لا ليس هناك أي عواقب لذلك. يعني هو ينصح، هو يغضب منه، يزعل منه، يعتب عليه، ولكن لا يضغط عليه، والإسرائيلي يعرف ذلك. والإسرائيلي قال، يعني أنا لا أعتقد أمريكا أعطت إسرائيل لا ضوء أخضر ولا ضوء أحمر بالنسبة لرفح الفلسطينية. الإسرائيلي قال للأمريكي بكل وقاحة، قال أنه هذا قرار سيادي إسرائيلي، وأن الشعب الإسرائيلي يريد ذلك، والحكومة الإسرائيلية تريد ذلك، وهذا قرار يعني دولة ذات سيادة وهي حكومة منتخبة، وبايدن يقول أن إسرائيل دولة لا ذات سيادة ولا يؤمن بالضغط عليها. لذلك الإسرائيلي يعني أخذ القرار هذا متجاهل نصائح الأمريكية، والكلام عن أنه خطة بديلة ماذا يفعل بالمدنيين، إسرائيل لا تكترث، إسرائيل لا تكترث، لا يبدو أن هناك أي خطة لماذا هناك، يعني مشكلة كبيرة، مأساة كبيرة بالنسبة لنقل هؤلاء الناس، يعني إلى أين يذهبوا؟ القطاع مدمر، إلى أين يذهبوا؟ وكيف توصل المساعدات؟ إذا انتقلوا إلى مكان آخر كيف تصل المساعدات؟ هذا هو السؤال. ولكن المشكلة الكبيرة بايدن، هي كل هذا مشكلة بايدن. نعم إسرائيل مشكلة، ولكن الأساس بايدن هو الذي سمح لهم بذلك، يعني لولا الدعم الأمريكي غير المحدود وعدم الضغط عليهم اطلاقا الا الاستجداء والنصائح لما وصلنا الى هنا. واعتقد يعني بنهايه المطاف، يعني عمليا الذي يقبل بقتل وجرح 100,000 شخص انسان، تجويع، قتل اطفال بهذا الشكل، مأساة، هناك اباده، محكمه العدل الدوليه قضت ذلك، الذي يقبل بال 100,000، يعني 100,000 ثانيه لم تكن مشكله كبيره. يعني الامريكي محرج، انا لا اعتقد يكترث لحياه الفلسطينيين للاسف. الأمريكي لا يكترث، ولكن هو محرج، كل يوم إحراج أكبر. وفي نهاية المطاف يعني الأمريكي براغماتي بامتياز، ويقول للإسرائيلي أنت تخلق لنا وجع رأس، تخلق لنا دوشة، تقتل ناس كثيرين، ولكن في نهاية المطاف ماذا تريد أن تفعل بغزة؟ ما هي خطتك لغزة؟ لذلك دائما الكلام day after، ماذا بعد انتهاء الحرب؟ لا يعرف إسرائيل ماذا يفعل. هذه والأمريكي مشكلته، ويعرف أن الإسرائيلي حفر كبيرة لهم وقتل ونكل بالفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف لا يريد أن يضغط عليهم. هذه هي المشكلة الأساسية. يعني من مما تفضلت به الآن دكتور، يعني كثير ما يستهدف الاحتلال الإسرائيلي يعني مباني سكنية وبشكل موسع، سواء يعني كان في الضفة أو في غزة، فماذا يريد من وراء ذلك؟ هل يريد أن يتبع سياسة الأرض المحروقة؟ هل يريد أن يضائل مساحة قطاع غزة والضفة؟ أم ماذا يريد؟ منذ البداية أنا أعتقد بالنسبة لغزة، عندما حصل هجوم 7 أكتوبر وهناك علامات استفهام، لأنه حماس سنوار هدد الإسرائيليين لفترة وتوعد وقال سنفعل نقوم بعمل ما، يعني الإسرائيلي يقول تفاجأت، أنا أستغرب كيف يقول تفاجأ، وهو يحيى السنوار قال كان يهدد لفترة طويلة ويقول إذا استمريتم بذلك سنقوم بفعل ما، وكان يعني يعرف أن هناك حماس تخطط لشيء ما. هذا الفشل الاستخباراتي العسكري يعني مثير للاهتمام. هو أعتقد عندما قال الإسرائيلي أنه هذه حرب الاستقلال الثانية، يعني ماذا يعني؟ ماذا فعلوا بحرب الاستقلال الأولى؟ عملوا تطهير عرقي، طردوا الفلسطينيين 750,000، فهذه كانت فرصة ذهبية. أعتقد الإسرائيلي أن هذه غلطة كبيرة لحماس، وهي فرصة ذهبية للإسرائيلي للقيام بالتخلص من الشعب الفلسطيني في غزة، التطهير. لذلك
قام بهذا العنف، بهذا العنف المفرط في التعامل مع غزة. التجويع هو اللي جعل الشعب غزة يذهب إلى مكان آخر. الأمريكي كان متواطئ أو عن غباء يعني مع الإسرائيلي. الإسرائيلي قال لماذا لا يذهبوا إلى سيناء إلى أن تنتهي الحرب؟ هذا ما قال الإسرائيلي، والأمريكي كان موافق معه، ولكن المصري كان أذكى منهم. مصر قالت إذا أنتم خايفين يعني عارفين النقب عندكم، لأنه هذا البقاء في فلسطين تاريخية هو الأساس. لأنه أنا أعتقد مصر كانت واعية لما يريد الإسرائيلي، والأمريكي إذا إما عن غباء أو عن تواطؤ كان على الصفحة واحدة مع الإسرائيلي، يعني لكن فشلت إسرائيل في ذلك. يعني دكتور، يعني هل أفهم من حضرتك أنك تعترض أو يعني لا تعترف بما قاله أنتوني بلينكن؟ يعني أنتوني بلينكن منذ الأمس هو يتحدث أننا يعني هناك تحقيقات بخصوص يعني ادعاءات وشكاوى عن جرائم ارتكبها جيش الاحتلال، يعني منذ يومين وهو يتحدث عن هذا الأمر، وهناك أيضا يعني حديث عن فرض عقوبات على بعض وحدات الجيش الإسرائيلي. شوف يعني هو القانون الأمريكي يعني يتطلب ذلك، يعني يفرض أن يكون هناك عقوبات لما تكون هناك مخالفة لحقوق الإنسان. لا، القانون الأمريكي يعني واضح في ذلك، ولكن في يعني موضوع سياسي، موضوع يعني سياسي قانوني، ليس هذا موضوع قانوني بحت، هذا موضوع سياسي قانوني، قانوني سياسي. والحكومة الأمريكية تعرف، بايدن يعرف، يعني من شهر 12 من ديسمبر بايدن قال بوضوح، قال إنه القصف الإسرائيلي بغزة indiscriminate، يعني عشوائي. هو قال ذلك بشهر 12، نحن بشهر أي شهر، نحن شهر 4، يعني يعرف ذلك منذ زمن. الأمريكي يعرف أنه الإسرائيلي يجوع غزة، هو يعني ليس متفاجئ، ما هو موجود بالمفاوضات. وفي المفاوضات الإسرائيلي يقول عندما يفرش عن عدد معين من المحتجزين تدخل الشاحنات وتعمل المخابز. يعني ماذا يقول هذا؟ انه هذا استخدام للطعام كالسلاح، تشويع للناس، هي سياسه البلد، هي سياسه اسرائيل، يعني ليست فرقه هنا او هناك، هذه سياسه الدوله، التنكيل. واضافه الى ذلك يعني بلينكن الامريكا تاخذ خطوات خجوله هنا وهناك لتضييع الموضوع، والله انه نحن نهتم بحقوق الانسان والقانون، غير صحيح اطلاقا. لانه تبين، يعرف الامريكي ان الاسرائيلي يقتل عشوائيا، لا يكترث اطلاقا، سياسه قتل عمد. وتبين هذا بشكل واضح عندما قتل اسرائيليين كانوا محتجزين بغزه، استسلموا وقاموا بكل ما كان يجب عليهم ان يقوموا به كي يستسلموا ولا يقتلوا. مع هذا قتلوا بدماء بارده، فكان هذا فضيحه اثبتت انه هذا الاسرائيلي في غزه يقتل لا يكترث حياه الناس. واضافه الى ذلك ضرب جماعه المطبخ العالمي، استقصدهم يعني قتلهم بدماء باردة. هذا ليس هذا قتل منهجي، هذا ليس أخطاء الحرب. في الحروب هناك أخطاء، جوع الناس، معاناة، نعم هذا طبيعي بالحروب، لكن ما يحصل هو منهجي وهو قرار سياسي. فالموضوع ليس فرقة هنا أو هناك أو جندي هنا أو هناك، هذه الدولة الإسرائيلية وليست فقط نتنياهو، هناك الدولة الإسرائيلية هي التي أخذت هذا القرار وهي التي تستمر في ذلك. نعم. يعني العقوبات يجب أن تكون على إسرائيل مش على نتنياهو ولا على فرقة هنا أو هناك. نعم، لكن دكتور إحسان، يعني تصريحات واشنطن يعني كثيرا ما تدعم إسرائيل، كيف وهي تمتلك قدرات استخباراتية وتعلم أن يعني الهدف من كل ما يحصل أو أن الأهداف لم تحقق في غزة، كيف تتعامل الأوساط الأمريكية مع هذه الحقيقة؟ الأمريكي يعرف، الأمريكي منذ اليوم الأول، الأمريكي ليس غبي، الأمريكي يعرف كل شيء. هذه دولة عظمى، هذه دولة عندها جهاز مخابرات، تعرف كل شيء، تتجسس يعني كل الإيميلات، كل الأقمار الصناعية، كل البنوك، تعرف كل شيء. هذه الدولة عندها جهاز مخابرات استثنائي، تعرف كل شيء، تتجسس على إسرائيل، تعرف كل شيء. فهم من البداية قالوا لإسرائيل لا تدخل إلى غزة، هو نصحوا إسرائيل لا تدخل إلى غزة، إنه غزة ستكون لك كارثة وللفلسطينيين كارثة، لا تدخل إلى غزة. لم يكترث الإسرائيلي، لماذا؟ لأن الأمريكي يأخذ سياسة النصائح، ولكن الإسرائيلي لا يكترث، الإسرائيلي لا يكترث، دخل إلى غزة، غرق في مستنقع غزة ولا يعرف ماذا يفعل. ويعني هو يعني يزيد خسائره يوم بعد يوم. ماذا يفعل بغزة؟ ماذا يريد أن يفعل بغزة؟ إخراج شعب غزة منها، فشل في ذلك، لن يحصل ذلك. طب ماذا يفعل؟ إذا احتل غزة عنده مسؤولية هؤلاء الناس، ماذا يفعل بهم؟ هناك يكون عمليات حرب عصابات عليه وهو مسؤول عن هؤلاء الناس، هو لا يريد ذلك.
إذا ماذا يريد الإسرائيلي؟ الأمريكي يعرف مشكلة إسرائيلي، ولكن هو مقاربة الموضوع الأمريكي يتعامل معهم كمعاملة الند، أنه أنتم دولة ذات سيادة، لكن هذه ليست دولة ند، أنتم دولة، أمريكا دولة عظمى، ومصر دولة كبيرة جانب إسرائيل، هذا صغيرة جدا، نقطة على الخارطة إسرائيل، لا شيء إسرائيل. لا شيء، ولكن الأمريكي يصر على أن يعاملها على أنه ند لأمريكا، تصور. إضافة لذلك كأنه الإسرائيلي يقود السياسة لا الأمريكي إطلاقا. لكن دكتور، يعني تفضلت منذ قليل أن المواطن الأمريكي يعرف كل شيء، هل فهمت هذه النقطة بشكل صحيح؟ لا، الدولة الأمريكية مش المواطن الأمريكي، الدولة الأمريكية، المخابرات الأمريكية، الجيش الأمريكي يعرفوا. لذلك يعني وزير الدفاع من فترة قال للإسرائيلي أنت كما تتصرف تربح المعركة وتخسر الحرب. هو يعني الأمريكي يعرف، الأمريكي يعرف تماما ما يفعل الإسرائيلي، غير صحيح أنه لا يعرف، هو يعرف تماما كل شيء. لكن الأوساط الأمريكية دكتور إحسان، يعني ما مدى إدراكها وإلمامها بهذه الحقائق؟ الدولة الأمريكية، الرئيس، الرئاسة، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع يعرفوا تماما. هل أعضاء الكونغرس ماذا يعرفون؟ الإعلام ماذا يعرف؟ هذا موضوع آخر، ولكن الدولة الأمريكية تعرف تماما، وهي جزء من المفاوضات، هي موجودة، الأمريكي موجود على الأرض، هو موجود، حتى يعني بايدن اجتمع معهم، دخل الاجتماعات، بلينكن يذهب إلى هناك دائما، المفاوضات، الأمريكي موجود على طاولة المفاوضات، هو يعرف التفاصيل، لا يعني مش إنه يعرف يعني بشكل عام، عنده تفاصيل، هو شريك بالقرار حتى، يعني هو موجود مع الإسرائيلي، هو بالفعل متواجد في المفاوضات. لكن أسأل دكتور هنا ليس عن الإدارة، ليس عن صناع القرار في الداخل الأمريكي، أنا هنا يعني أريد أن أسأل عن المواطن، الأوساط الأمريكية، الناس في الشوارع، هل لديهم إدراك كاف بكل هذه الوقائع وهذه الحقائق؟ شوف، الشعب الأمريكي لا يتابع السياسة الخارجية بشكل عام، الشعب الأمريكي لا يتابع السياسة بشكل عام، حتى السياسة الأمريكية لا يتابعها الشعب الأمريكي، ما بيهتم كثير بالسياسة، لأن يعني العالم العربي، المواطن العربي بيحب الأخبار، بيحضر الأخبار، لكن الأمريكي لا يتابع الأخبار. هلا الشباب، الفئة الشبابية اليوم في أمريكا تتابع الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل التواصل الاجتماعية ليست مسيطرة عليها من جماعات الضغط اليهودية واليهود المتمولين اليهود والعاملين بالإعلام اليهود أو المناصرين لإسرائيل. فتيك توك كان مصدر كبير للمعلومات للفئة الشبابية، فهؤلاء الناس يعني يعرف ما يحصل في الفئة الشبابية، الناشطين بالحزب الديمقراطي مثلا عندهم التفكير يعني وعي ويعرف ما يحصل في غزة ويتابع الموضوع، لكن بشكل مجمل الشعب الأمريكي هل هو يتابع السياسة الخارجية؟ لا يتابع حرب غزة، يعني يسمع هنا وهناك أنه هناك في حرب في غزة، ولكن هل هو متابع التفاصيل؟ هل يتابع الموضوع إطلاقا؟ لا. دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك.